دولة العراق بتونس بفعاليات النسخة الأولى من أيام الطهي العربي، والتي تنتظم تحت شعار تراث وتنوع في خدمة السياحة العربية. اليوم احنا سفارة جمهورية العراق في تونس نشارك في افتتاح أو أيام الطهي العربي اللي تنظمها جامعة تونسية للمطاعم، وإن شاء الله مستقبلا بل كتأنه ننظمها في العراق أيضا. 15 طبقا عراقيا من أشهر الأكلات تم توزيعها على ضيوف الأيام للتعريف بالمخزون اللامادي العريق لبلاد الرافدين. شاركنا بعدة أكلات عراقية واللي هي مشهورة، الأكلات العراقية اللي هي الدولمة المفلطح العراقي اللي هو عبارة عن القوزي، بالإضافة إلى التمة الباقلة، وبالإضافة إلى الحلويات الكليتشة المدقوقة والحلاوة حلاوة شوكليتية. التظاهرة التي افتتحت بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس نظمتها الجامعة التونسية للمطاعم السياحية بدعم من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة وبحضور رئيس المنظمة العربية للسياحة. طبخ ممكن يجمع شعوب الكل، الناس الكل تلتقي وتتوحد في مسألة اللي هو الطبخ، هذيك ما نختلفوش فيه، هذيك علاش مهم جدا احنا تجميع الشعوب العربية حول الطبخ، وحبينا المبادرة تكون من تونس والانطلاقة من تونس. فهذه فرصة زادة باش نكتشف احنا ماكلات عربية اللي ما نعرفوهاش، كما ماكلة العراق فلسطين، ربما فما نقاط مشتركة ما بيناتنا، اما فما زادة فوارق بعيدة. عدد من السفارات العربية كسفارة دولة فلسطين ودولة الجزائر ومصر والإمارات شاركت في التظاهرة من خلال معارض لمأكولاتها التقليدية والشعبية الأكثر انتشاراً. التظاهرة هذه تأسس لتجميع الطهاة العرب في هيكل عربي. بادرة طيبة قامت بها الجمعية التونسية المهنية فن الطبخ، تهدف لتنشيط نطاق السياحي والتعريف بالمطبخ التونسي والمطبخ العربي عموما. وتهدف أيام الطبخ العربي إلى تعزيز تراث الطبخ التونسي والعربي والترويج له إقليميا ودوليا باعتباره أحد الركائز الأساسية للجذب السياحي. تعتبر أيام الطهي العربي مبادرة فريدة من نوعها من تونس وفرصة للدول العربية ومن بينها العراق لاستحضار مخزونها وإرثها الحضري اللامادي أمام بقية الدول العربية والعالم. انتصار شلي لصباح الخير يا عراق. تونس.